بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. الإعلام المقولة الجديدة القديمة، القديمة في مضمونها، جديدة في تقنياتها وأساليبها. ربما لا نعرف في تاريخ الإنسانية مجتمعا إنسانيا دون إعلام من حيث المحتوى ومن حيث المضمون أو من حيث الرسالة كما يود أن يقول الإعلاميون والمتمرسون في الإعلام، ولكن التقنيات هي التي تطورت وربما أضفت بعض الشيء، ربما بعض التطور أقول على طبيعة الرسالة الإعلامية التي تدفع إلى المتلقي إلى المرسل إليه. مصطلح القنوات الفضائية مصطلح ربما أطل على الساحة منذ بضعة عقود، 3 عقود أكثر بقليل ربما، ولكنها الآن أصبحت المصطلح المألوف. ربما لا نعرف مصداقا عمليا للإعلام من دون القنوات الفضائية. للقنوات الفضائية طبعا لوازم، ضرورات، مقومات، وكذلك فيها بعض المشكلات وبعض السلبيات. كل هذه المجموعة نطرحها طبعا من خلال كتاب هذا الأسبوع. معنا فيه البروفيسور المساعد الدكتور عبد الباسط سلمان، مؤلف كتاب عولمة القنوات الفضائية. حياكم الله، حيا الله الدكتور، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك دكتور عبد الباسط. طبعا لا اجامل، وقد وعدتني بعدم المجامله وان اخذ يعني سجيتي في النقاش وفي الحوار. ابدا من التباس العنوان، ثق هناك التباس في ذهني من العنوان، عولمه القنوات الفضائيه. في تصوري ان العولمه تتم من خلال القنوات الفضائيه، على اعتبار ان الاتصال هو جوهر العولمه على الاقل في الاتصالات او في الاعلام. فكيف تقدم المعلول على العلة؟ يعني كيف تحولت القنوات الفضائية إلى علة للمعلولة للعولمة؟ والأساس هي التي أفرزت العولمة، العولمة إنما سارت إلينا من خلال القنوات الفضائية وليس العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالبدء أشكركم لاهتمامكم بالثقافة والعلم، وهذا طبعا نهج ونهجنا إحنا كعراقيين أنه نهتم بالعلم والثقافة، ولا بأس أنه تناول موضوع الإعلام من خلال القنوات الفضائية ومن خلال العولمة. في البدء أحب أوضح مسألة هامة جدا. نعم. مفهوم العولمة الكثير منه تصوره هو كمفهوم اقتصادي، لكن هو بالحقيقة هو ثقافة. يعني على سبيل المثال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتى بعولمة، لكن ما هي العولمة التي أتى بها؟ الإسلام. عولمة أم عالمية؟ عولمة الإسلام. لا، هناك من يقول بأن هناك فرقا بين العولمة والعالمية، وأن الإسلام عالمي وليس معولم، هكذا هناك من احنا يقول. احنا طلاب الدراسات العليا. نعم. أول مسألة نطلب منهم تحديد المصطلحات. هو كذلك، احنا نحدد مصطلحنا حتى نأتي إلى ما بعد ذلك. فالعولمة اللي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عولمة نزيهة نبيلة، حملت من الرسائل اللي بشرت البشرية وأنقذت العالم من ظلمات. العولمة اللي أتتنا الآن بمؤسسات مهيمنة على المال وعلى الإعلام للأسف هي غير العولمة اللي أتى بها رسولنا الكريم. هاي العولمة في البدء أول ما أتتنا من خلال وسائل الإعلام اللي كانت في وقتها السينما، الأفلام 35 ملم وال 16 ملم من خلال هذه الصالات يسموها الموفي هاوسز. نعم. انتقلت تقاليدنا، يعني احنا العباءة والعقال تركناها على صفحة، بدأنا نلبس الجينز والشاكيت والربطات وهكذا. نساء لكن دكتور اسمح لي، يعني نعم. ليس لم يحصل ذلك بفعل فقط وسائل الإعلام، وإنما هناك التطور الاقتصادي، هناك الحداثة الاجتماعية، هناك التطور الثقافي بالضبط. يعني هناك منظومة متكاملة من التطور هي التي أفرزت هذه الدالات الاجتماعية الجديدة، تغيير الزي، كل هذه اللوازم. نعم. اللي احتفظت بها اجتماعية واقتصادية وسياسية كلها تنبع من خلال العقيدة. يعني هو ما يقدر يفرض عليك حكم اقتصادي إذا ما هو عقائديا وفكريا متهيئ لهذا الشيء. فهم يعني احنا ما نريد نقول هم الغرب أتونا بهكذا أمور، إلى أن الدول يعني بما فيها دول عربية أو دول جنوب آسيا هذا استساغت هذا الأمر وتحولت اقتصاديا، ويعني حتى صناعتنا الآن أصبحت احنا معولمة تخدم المنظومة. يعني الآن تجد واحد قاعد في كوخ
ما يمتلك مأجرة، حتى الكوخ مأجرة، بس نعم. ناصب له ساتلايت وحاسوب وموبايل نعم. وانترنت وهاي المسائل التخديرية. نعم دكتور، أنا كان عندي التباس كما قلت لك، يعني أنا كنت أعتقد بأنه العولمة إنما جاءت إلينا على صارية الإعلام، ومن ثم لا نستطيع، يعني العولمة جاءت يعني معلولة للتقدم والتطور الإعلامي، بينما أنت تقول في عنوان الكتاب عولمة القنوات الفضائية، تريد أن تقول يعني في رسالتك في هذا الكتاب كما طلعت على تفاصيله، تريد أن تقول بأن العولمة هي الأساس في إطلاق الفضائيات، على حين المتبادل للذهن وكما تفضلت الآن بأنه الإعلام يعني هو اللي خلق ظاهرة العولمة أو أحد اللوازم في صناعة هذه الظاهرة. هي عملية متراكبة. نعم. انه المال يحقق الاعلام والاعلام يحقق المال. العولمه تحقق المال جيد. والمال يحقق العولمه. هذه جدليه. يعني احنا لو استمرينا في سجالات للصبح يمكن ما راح ننتهي من هذا الموضوع. جيد. لكن انه لازم نتفق على مساله، انه تصدير الثقافات، تصدير البضائع، تصدير الافكار، تصدير السياسات، تصدير كل افكار السياسه الغربيه أو اللي هي المهيمنة الآن، نحن لابد أن نعترف أنه هناك أكو هيمنة، هذه تمت من خلال الانترتينمنت اللي احنا بالقنوات الفضائية، وتمت من خلال عدة وسائل اتصالية، بس كانت يعني للقناة الفضائية الحصة الأكبر، لأنه الآن ممكن احنا نستغني عن مسائل العولمة تمت من خلال القنوات الفضائية، ولكنك هنا تتحدث يا دكتور عبد الباسط تتحدث عن عولمة القنوات الفضائية. نعم. يعني تقول أن العولمة هي التي أسبغت بردائها وبثوبها على القنوات الفضائية، والحال أنك في الشرح تقول لا، أن ظاهرة هي نعم. عملية قلت لك يعني متراكبة. أيهما السبب أيهما النتيجة حتى أكون واضح وحتى أحسن؟ راح نصل إلى جدل، هل الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟ هذا ظاهرة علمية دكتور، يعني الدجاجة هذا ذاك نقاش العام. ما هذا الموضوع نعم. جدلي قائم، يعني بحكم اللي هو من هو المهيمن نعم. هو اللي يسيطر، يعني اللي عنده روبرت مردوخ الآن عنده مجموعة من الإمبراطورية المعروفة إمبراطورية الإعلامية مهيمن على كل الأخبار بالعالم، 70% من دفقات الإعلامية هو مسيطر عليها، ومن خلال هذه السيطرة يعمم ظاهرة العولمة أو غيرها من الظواهر. هو بيرجينسكي يعني حتى لو احنا نرجع نعم. للمنظرين الإعلام الأمريكان نعم. هو شلون أتى بالعولمة بحرب فيتنام حقيقة، لحنا لابد أن قال إحنا ما زال عندنا هكذا دفوقات وهكذا سيطرات نعم. على هذا، فنقلب الموضوع لصالحنا، وبالفعل حولوا القضية إلى صالحهم وسيطروا وهيمنوا من خلال الإعلام. هو جيد أنك يعني أشرت إلى بيرجينسكي، طبعا لا أحد يشير من الكتاب العرب إلى كتابه المعروف أمريكا والعصر التكنترونية اللي صدر سنة 1969 باللغة الإنجليزية، ترجم باللغة العربية سنة 1970 وبالتالي كانت بواكير ظاهرة العولمة موجودة في أفكار هذا الرجل المنظر البولندي الأمريكي الجنسية، ولكن على أي حال طبعا لم يلتفت المفكرون العرب إلى الظاهرة هذه. دكتور طبعا لم يحل التباس، يعني أنا لم أفهم حتى هذه اللحظة في ماذا كانت العولمة هي مقدمة للقنوات الفضائية أم القنوات الفضائية هي مقدمة لظاهرة العولمة. لكن أيضا يعني في صفحة 16 من الكتاب أو عفوا في صفحة 19 فما بعد، ربما البحث الجهد الأول في الكتاب، تتحدث عن التباس مفهوم العولمة. نعم جيد، يعني كيف نحل هذا الالتباس وين؟ يعني أعطيني تصور، طبعا النقاش حول العولمة صار أكثر من عقد ونصف في العالم نعم. العربي نعم. بعدنا نتحدث عن التباسات المفهوم وإشكاليات المفهوم. إحنا لابد أن يعني نفسر العولمة وفق ما إحنا كدول لا تمتلك اليد الطولة كباقي البلدان نعم. احنا العولمة عندما اتتنا للدول العربية اتت بمثال ساضربه انا ضربه المثال هذا بالكتاب نعم. بالضبط الجسر عندما تأتي دول الاحتلال تبنيه في البلدان الفقيرة نعم. هذه البلدان الفقيرة تتصور ان هذا الجسر الذي بنته دولة الاستعمار انه راح يقدم لها الخيرات، راح العالم تعبر عليه بدل ما كانت الزوارق والمعاناة لربما واحد يغرق، لكن الحقيقة من بناء هذا الجسر هو ماذا؟ هو لصعود الدبابات
والآليات العسكرية لتهيمن أكثر على المدن الأخرى. يا دكتور علي كيفك شوي أنا دكتور يعني شوي أنا خلينا نستفسر. نعم أنا أدري أنت نعم. ذكرت فكرة الجسر نعم. ذكرتها تحديدا في صفحة 19 عندما قلت بأن العولمة هي عبارة عن جسور يبنيها الاستعمار لكي يعزز مفهوم الغزو وأن العولمة هي إمبريالية جديدة وما إلى ذلك من هذه المفاهيم. وهذا ليس أنا أعتقد أنها شعارات قبل أن تكون مفاهيم محددة. هذا ليس رأيي أنا الشخصي نعم. يعني دكتور. في كتاب فخ العولمة نعم تروح هذا الألماني كتب لكم فخ العولمة حتى رئيس النمور السبعة الوضع الاقتصادي هذا ليس رأي شخصي. ما هو احنا أخذناها من جانب تكنولوجي فقط أخذنا أنه العولمة أنه راح توحدنا هذا اليونيفاكشن يسموه أو الفورماليزيشن. أنت في كتابك تدعو إلى عدم إقحام المصطلحات الأجنبية في سياق حركة الفكر العربي ولكنك الآن بين مفردة وأخرى تستخدم مصطلح يعني حديثي بلا مصطلح صلى الله عليه وسلم بشأن اللغات نعم. يعني لحديث صريح يعني ما معناه أنه إحنا لازم نتعلم لغة أعدائنا أو لغة حتى نتكفى شرحنا. بس إحنا بلا جسور يعني بلا أن نخلي جسور بينه وبين الآخر نعم. خلي أحسم يعني نعم. للآن يعني تقريبا يعني أشارف على انتهاء القسم الأول ولكن نعم. حتى هذه اللحظة لم يستبن لي أي مفهوم المفاهيم لم أفهم أن العولمة هي مقدمة أم نتيجة القنوات الفضائية أولا وثانيا تقول بأن العولمة مفهوم ملتبس حسنا جيد مفهوم ملتبس لكنك تستقر يعني لابد أن تستقر على فهم معين ما هو الفهم الذي تستقر عليه لظاهرة العولمة فرض ثقافة خاصة ببساطة شديدة فرض ثقافة محددة لمن هو يريد فرض هذه العولمة سواء كانت شركة أو كانت دولة أو كانت جمعية أو مؤسسات وما إلى ذلك تفرض هذه الثقافة لتنمي يعني تستمر في نهجها في كافة مرافق الحياة يعني ليس فقط في مجال مثلا الأزياء أو في مجال السياسة أو الاجتماع أو في الهيئة أو المظهر أو في مجال الاقتصاد في كل مفاصل هذه ومن ثم تتحقق المآرب كيف ما يشاءون إذن العولمة كما ترى بأنها عبارة عن فرض لأنموذج ثقافي بالضبط. للآخر علينا ولكن أيضا هناك من ربما يدافع ويقول بأنه يعني تعميم حالة المعلوماتية في العالم الآن أيضا تسهيلات في التعامل في التبادل الاقتصادي كذلك التخفيف من وطأة ومن سلطة الدولة في لا سيما في العالم الثالث كلها أيضا من إيجابيات العولمة هذه الرأسمالية المصطلح يسموه الكاباتاليزم الرأسمالية علينا أنه نبعدها عن العولمة العولمة شيء والرأسمالية شيء آخر التطور التكنولوجي هو مو وليد العولمة احنا هذا عندنا سوء فهم يعني الكمبيوتر قبل ظهور العولمة اللي احنا افترضناها في عام 1991 بعد سقوط جدار برلين نعم. او بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة اذا كان هذا فكل التكنولوجيا الموجودة حتى بما فيها الاقمار الصناعية اللي احنا موجودين بها هي مو من فعل العولمة نعم. لكن العولمة استطاعت ان تنمي هذه الامور لكي تحقق مآربها يعني مثلا شنو هي مآربها مثلا الان اكو شركات عملاقة يعني هذا لغرض المثال ليس إلا يعني ما ما أقصد ما أحدد بالضبط نأخذ شركة كاتربلر الأمريكية نعم. هذه الشركة عندها استعداد أنه تعطي قروض إلى البنتاغون نعم. عندها استعداد أن تلبي متطلبات الحكومة الأمريكية الحكومة الأمريكية اللي تعطي قروض إلى كل دول العالم بإمكانها هذه الشركة أن تؤثر على سياسات الحكومة الأمريكية مثلا من هذه الأمور اللي طلبتها نعم. هذه الشركة على سبيل المثال تغيير قانون بسيط في قانون العمل الأمريكي مثلا مهندس من حق في القانون الأمريكي لو فرضا نقول أنه لا يجوز استيراد مهندس أو عامل من خارج القطر نعم. هذه الشركة عندما تعطي قروض للبنتاغون تطلب طلب صغير والدولة منهارة أمام هذه الطلبات نعم. بالتأكيد الدولة راح شي تحقق لها هذا المطلب لكن لاحظ هذا المطلب على سبيل المثال مثل ما حدث عندنا انه احنا كان عندنا معمل مال ألبسة هذا المعمل ينطيك سعر الشاكيت ب20,000 دينار نعم. بالوقت اجت لك بضاعة صينية ب5,000 دينار افضل من صناعتنا
وافضل من واجمل واحلى واسهل. نعم. حتى تحصل يعني انت يمكن تروح غير محافظه حتى تحصل هذا الجاكيت، هذا يجيك لبيتك ب 5000 اقل من السعر. لكن شنو هو اللي صار؟ هو هذا احنا صورناه خير انه مو صحيح؟ اللي صار انه احنا عزلنا المعمل مالنا وسوينا بطاله وتكسدت البضاعه مالتنا. نعم. واتينا من هو شنو بالخارج بالغاء قانون الجمارك. نعم. أو قانون حمايه المنتجات الداخليه. نعم. بالضبط. فهذا الشيء نفسه يطبق في امريكا عندما لغت قانون المهندسين انه اتت من ماليزيا او من الصين او من هذا مهندس تعطيه 4 دولارات بدل ما ياخذ المهندس الامريكي 40 دولار بالساعه. نعم. شو تحقق؟ تحقق فوائد لا تعد ولا تحصى لهذه الشركة. دكتور يعني فقط اسمح لي خل استنتج. نعم. حتى اروح الى فاصل. تقول يعني في الصفحة 31 من كتابك بعد ان تعرض الى التباسات المفهوم تقول: ويرى المؤلف يعني حضرتك ان العولمة تبدو بمثابة الجسور التي يبنيها او يبنيها الاستعمار في الدول التي يغزوها فيزعم انها تقدم الخدمات للشعب ولكنها خدمة للاستعمار. وبعدين وتقول بانها في العولمة هي سلوك وثقافة جديدة فرضتها الدول الاكثر سيطرة على الموارد والاعلام لتكون لغة تستخدم ضد الشعوب. يعني هذا المفهوم. طبعا سأنطلق إن شاء الله يعني بالجزء الثاني من اللقاء سأنطلق انطلاقا من هذه الكلمات وهذه المفردات ولكن بإثارة أيضا بعض الأسئلة الإشكالية حولها. اسمح لي أذهب إلى فاصل ثم أعود إليك مشاهدين على فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة هذا الحوار. أيها السادة هذه عودة مجددة إليكم وكتاب عولمة القنوات الفضائية للدكتور عبد الباسط سلمان حياكم الله. حيا الله الدكتور المؤلف. دكتور طبعا تنتقل في البحث الثاني يعني بعد أن تقول بأن العولمة هي عبارة عن فرض لثقافة الآخر علينا تعود بعد ذلك إلى مظاهر العولمة وأهداف العولمة تتحدث عن مظاهر في السياسة في الثقافة في الإعلام في المجتمع ثم تصل طبعا على بعض الخلاصات. انا يعني اركز على الاعلام كيف نلمس وين نلمس مظاهر العولمه في الاعلام لا سيما في اعلامنا اعلام العالم الثالث. نلمسه ببساطه شديده من خلال هاي الاعلانات الرائجه في كل اللي يعني تعلن عن كل منتجات لهذه الشركات العملاقة. لكن عفوا يعني اسمح لي دكتور يعني نعم. اتفقنا على أن نتحاور يعني أليس ثقافة الإعلام هي نتاج للتطور الرأسمالي وليس نتاج العولمة؟ ما هو احنا لازم نتفق يعني قبل قليل عندما هاجمتك القنوات الفضائية عندما هاجمتك في نقطة رددت علي بأنها من مظاهر الرأسمالية وليس من مظاهر العولمة. أنا أقول الإعلان أحد لوازم التطور الرأسمالي. ما هي الرأسمالية يعني شنو؟ تتواءب وتتناغم مع العولمة. جيد. فانت لازم تخلي في بالك استاذنا الفاضل وكل المشاهدين انه هذه الشركات العملاقه بدات اخطبوطيه الان. نعم. يعني الان على سبيل المثال شركه مرسيدس من بتقول لك انا اعلن في 50 قناه فضائيه. نعم. ادفع كذا مليون دولار بالسنه. انا ليش ما اسوي لي اسس لي قناه بخمس ملايين وابث بيها ما اشاء واسوي اعلانات واربح بيها. نعم. فاذا الان هذه الشركات لم تعد يعني احنا نتصور مثلا شركه بي ام دبليو او. نعم. شركه شوفروليت او اي شركات هذين نتصورها انها تنتج فقط سيارات. هذه الشركات تنتج ما لا تتوقعه. يعني من قلم الرصاص إلى الأبرة إلى الطائرات إلى أمور عديدة كلها تصب في اسم شخص واحد هو المالك. شركات عملاقة متعدية الجنسية. يا دكتور أنت اشتغلتوا على الاشتراكية في العالم الإسلامي وفي العالم الثالث. نعم. فوصلتونا إلى الإفقار. أقصد يعني أنت النوعي وليس أنت الدكتور عبد الباسط. نعم. يعني نعم. أنا أعلم لم تكن مسؤولاً عن القرار السياسي أو الاقتصادي في بلدنا ولكن أنت اشتغلتونا من الخمسينات والستينيات والسبعينيات بمودة الاشتراكية العربية والاشتراكية العلمية وما إلى ذلك. أفقرت هذه البلاد بالخطط الخمسية والعشرية والخطط العشرينية وأفلسنا من كوبا حتى الجزائر مرورا بالعراق. يا دكتور وتحشون عن رأسمالية. رأسمالية طورت لكم اليابان والنمور الستة وطورت لكم السعودية وما إلى ذلك ولو من خلال الرأسمالية الاستهلاكية حتى مو الانتاجية. يعني قل لي إذا أنت ما تقبل الخيار الرأسمالي اقتصاد السوق والخيار الرأسمالي وثقافة الاستهلاكية في نفس الوقت شنو بديلك
بديلك شنو يا دكتور عبد الباسط؟ بالمناسبة تذكرت اليابان. اليابان يطلقون على العولمة مفردة خاصة اسمها تشينتو، يعني ما معناها الاستهلاك، أنه كيف أنا أجعلك تستهلك. جيد. هم نفسهم اليابانيين تدعي، يعني يقول لك هم الرأسمالية عندهم مشكلة. فرنسا اللي هي أكبر دولة رأسمالية احتجت على العولمة، احتجت على السينما الأمريكية لأنه مسخت الثقافة الفرنسية وهيمنت الثقافة الأمريكية. هذه هذا كلام، هذا كلام عزيز الحاج، يعني في الغزو الثقافي كتب ان هذه مجموعه كلمات وارقام، ولا لا في كتابي قبل ثمان سنوات. لا عزيز صدر كتاب 1980 الغزو الثقافي عزيز الحاج، كان سفيرنا في اليونسكو في باريس. نعم احنا لازم نتفق مع هذه الامور. ما هو هي يعني احنا نريدها يا اما اسود يا اما ابيض، هذا لا أنت يمكن. انت تريد هالشيء يا دكتور؟ لا. انت تقول لي العولمه كلها عباره عن شر، والان راح اقرا لك هذا النص. لا حتى لا لا لا. انت الان بس اسمح لي خل اقرا لك هذا النص. تقول مستخلصا في صفحه 36 من كتابك، غير انه مهما تكون الاحكام فان اكثر ما يميز هذه الظاهره العولمه هو فعل العنف والعدوان الذي يحدث بشكل دائم ضد الثقافات الاخرى. يعني انت متمسك بلغه الاسود والابيض. هذا ما انا قلته، هذا استنتاج موضوع هذا لا ولكنك تتبناه لا تناقشه. احنا نتكلم نعم علم، نتكلم مصدره. نعم. واحد اثنين ثلاثه اربعه. انا حللت اعمال واحمال، يمكن عندك عينه عشوائيه صح، حللت لك بيها. هذا اللي طلع عندي بالفيلم طلع انه تهميش لدور الحكومات، فرض ثقافه العنف. نعم. وهذا مو بس عبد الباسط قاله او قاله، كثير من الاخرين. نعم. وجدوا انه هذا الشيء موجود في كل الافلام اللي زرعوها، بما في ذلك بعض الدول. يعني لو تلاحظ اكو فيلم من الافلام ينتجوا لدولة ما في نفس الفيلم، فيلم بروستي مثلا بيج بوس، خلينا ناخذه مال هذا، صوروا النهايه مالته انه يقتل المجرمين وهذا ويذبحهم ويطلع ينتهي الفيلم. في فيلم النسخه الصينيه ايش طلعوا؟ طلعوا يقتلهم وهذا، وتجي الشرطه تاخذه بالكلبشات. فإذا أنا هذا مو رأيي الشخصي، أجيب لك إياها نسختين موجودات. نعم. هذا الشيء هذا يتبع إلى يعني دساتير وأنظمة الشعوب. إحنا نتحدث بشكل عام. أنا حللت أفلام. نعم. والنتائج ظهرت هكذا. يعني دعني الآن من تحليل الأفلام والدراما، طبعا هذا موجود عمل ميداني في الكتاب ومعطياته. نعم. وأرقامه موجودة جزاك الله ألف خير، ولكن اسمح لي الآن أقف عند هذه النقطة، بأن تتحدث عن مظاهر العولمة في القنوات الفضائية. لا، لدينا في العراق انطلاقة مع واضحة القنوات الفضائية. نعم. حتى لا أتحدث عن أمثلة مجردة أو بعيدة عنا. نعم. عن اليد العراقية. نعم. نعم. الآن 53 قناة فضائية عراقية موجودة الآن في هذا البلد، فضلا عن المحطات الأرضية، فضلا عن المظاهر الأخرى لوسائل الإعلام المتقدم. كيف نلمس؟ يعني وين أشر لي واحد بلغة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، وين نشوف مظاهر العلمنة في الممارسة الفضائية العراقية؟ وأرجو لا يعني أرجو أن تجاوبني بانفتاح. أنا مع هذا الانفتاح. نعم. مع أنه قنواتنا تتعدد معه، ومن خلال متابعتي. نعم. وجدت أن قنواتنا العراقية تحافظ، يعني خلينا نقول يعني الثلثية من عندها، النسبة الأغلبية من عندها. نعم. محافظة على تقاليدنا، لم تهمشنا، فهي غير معولمة. من قال لك أنها معولمة؟ عولمة القنوات هي من القنوات التي تأتي من خارج الحدود المصدرة إلينا، القنوات التي تريد تفرض لغة. يعني اكو قنوات هسه الان تريد تفرض لهجة خاصة، الان هاي المسلسلات المدبلجة تفرض علينا اللهجة السورية. نعم. او اللهجة المصرية او التركية او التركية. نعم. او الفرنسية او ما الى ذلك. نعم. انا هذا اللي اعني، احنا في شعوبنا، في داخل الشعوب، محطاتنا المحلية. بالعكس انا مع الانفتاح، انا اريد اكثر، كم اريد انشر انا ثقافتي مثل ما هم يتعولمون. انا اريد عورقة، اريد العراق هو يصير نفس المسألة. هي يعني صراع ثقافات، صراع حضارات، سمي ما شئت. دكتور تمو الآن يعني في صفحة تجامل وكذا، أنت الآن من خلال وسائل الإعلام ذلك. نعم. يعني أرجوك تترك لغة المجاملة. مو مجاملة. في الحوار التمهيدي. في الحوار التمهيدي. نعم. بيني وبينك، يعني عندما اقترحت عليك أن تكتب كتابا عن الفضائيات العراقية حتى يكمل هاي السلسلة. نعم. الثمينة من كتبك حول الإعلام. نعم. قلت بأنك تخشى المناطق الحمراء والخطوط الحمراء، وأن تلج في نقد هذه الفضائية وتلك. يعني الآن حتى لا أريد أن أسلم بأنه القنوات العراقية غير متأثرة، ولكن أليس هناك مظاهر قد تسللت إلى هذه القنوات أو إلى بعضها على الأقل التقادير؟ أنا يعني المصطلحات وإشاعة لون من الثقافة المعينة وإشاعة الثقافة الاستهلاكية. لسنا ليل نهار نصفق البضاعة الأجنبية من خلال لغة الإعلام يا دكتور. أنا لازلت مصر. نعم.
أنه هناك خطوط حمراء ولا توجد في أكثر الأحيان حرية التعبير. نعم. ووجدت من الصحفيين، وهذه معروفة للكل، من راحوا ضحية لحرية التعبير، لأنها لابد أن نتفق عن هذا الشيء. سياسات كم الأفواه موجودة. نعم. موجودة، أنا لا أقصد في العراق، لكن موجودة في 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 قلب الديمقراطية العالمية. نعم. في قلب أوروبا موجودة هذه السياسة، لأن أنا ما أريد أذكر لك أمثلة، الأمثلة مذكورة. اترك الأمثلة، حدثني. نعم. عن مظاهر التسلل لثقافة العولمة الضارة. نعم. يعني ثقافة الآخر في. نعم. قنواتنا. نعم. يعني أنا ما أقبل هذه الإجابة بأنك تعطي طابع، تسبغ طابع العصمة على أداء القنوات الفضائية العراقية. تجربة ناشئة، تجربة تتأثر بالآخر، أنا أزعم بأنها تتأثر كثيرا بالقنوات الأخرى، وبالتالي حدثني تحليليا أين تجد. سأقول لك ظواهر العولمة. أحسنت. ظواهر العولمة عندما تجد قنوات عربية عراقية. لا، أتحدث ليست عن العراقية. أنا لا أتحدث عن العربية، العفو العراقية، أتحدث لك عن العربية. وبعدين عندما تعرض لك مشاهد سكس في قلب العائلة العراقية، عندما تستعرض لك لاستهلاك احنا غير معتادين عليه، قد ما تفشي ظاهرة الحشيشة والمخدرات واللي هي لائحة هيلز ومكارثي في قلب امريكا بالثلاثينات، منعتها الجماعات الدينية في قلب امريكا، منعتها من السينما. نعم. هذا موجود، هذا الان نلقاه في كل القنوات العربية اللي تدعي عربية وهي تابعة. نعم. الى مؤسسات غير عربية اتت باسماء عربية، وما اريد اذكر امثلة. يعني روبرت مردوخ الآن من يريد يأسس قناة عربية ما يأسسها باسم أجنبي، يأسسها باسم عربي، وهناك اسم قنوات ليست عربية، لا أريد أذكر الأمثال لأن أكو هناك خطوط حمراء أنا قلت لك عليها، أسماء غير عربية حتى عناوينها وأفكارها وتوجهاتها ومحاولة أمركة الآخرين أو غربنة. لا، اسمح لي، أنت لو تعطيني مجال أتكلم. لا، أنا يعني أعطيك المجال، ولكن أريدك أن أوضح لك ما يا دكتور عبد الباسط، العولمة الموجودة الآن في الفضائية. نعم. هذا الجانب اللي أنا أقصده في العولمة وأنا ذكرته. إيه؟ إفشاء الجريمة. حتى مظاهر إرهابية وجدناها في قنوات، مظاهر يعني تعلم وتأتي بناس أبرياء لكي تحول من هذول الأشخاص الأبرياء إلى ناس مجرمين. جيد. هذا الإعلام العربي. هذا أنا أتحدث، حدثني عن الإعلام. نعم. العراقي الآن. نعم. يا دكتور، الآن ليس لدينا قناة عملاقة في العالم تؤثر على العراق، على الرأي العام العراقي، يعني ليس قبل يعني إبان السقوط في الأيام الأولى، في السنة الأولى ربما كان ممكن نتحدث عن قنوات كبرى تؤثر على الرأي العام العراقي. الآن الرأي العام العراقي موزع بين قنواته، وكلنا يعلم بأن هذه قنوات ناشئة وتجربة إعلامية ناشئة، ومن ثم تتأثر بالمد العالي بالثقافة الأخرى. فأريد أنا أستفيد من هذا اللقاء يا دكتور. وضع تحدثني عن قنواتنا حتى أنا أستفيد. نعم. وضع العراق يختلف. وضع العراق ليس هناك هيئة إعلامية مركزية، وأنا أزعمها ومن خلال قناتكم أقولها. إحنا العراق ما عندنا وزير إعلام قدر يسيطر على القنوات الفضائية ويسيرها، والدليل أنه كل قناة دا تفشي كيف ما تشاء، ما يرنو لها تتحدث، يعني تسب وتشتم. انطيني مجال. تفضل، مو دا يقول لي فاصل يا دكتور عبد الباسط. فاصل. لا انا ما انتقل. لا بس ولكن يعني فقط اريد ان اضيء هالمساله. نعم. انا حقيقه ما افهم ماذا تريد. هسه فاصل لو اتحدث. لا يعني كمل لي الفكره. كمل لي الفكره. يعني تريد وزير اعلام عندنا يصير بالعراق، نرجع الا ناخذ موافقات تفصيليه حتى نبث لقاء وياك يا دكتور عبد الباسط؟ مو ذا احنا عندنا وزير اعلام ما تقدر تتحدثها بهذا الحديث، ولا تكتب هذه الكتب التي كتبتها، 10 كتب. من الذي قال؟ من الذي قال هذا؟ ما صدرت بعد، ما صدرت وزير الإعلام في دول ديمقراطية موجود. نعم. احنا المفهوم اللي فاهمينه على وزارة الإعلام، وزارة الإعلام ألغيت في أمريكا على أساس احنا يعني كدولة ديمقراطية. نعم. احنا تناسينا أن أمريكا عندها غابات من الأقمار الصناعية، والعراق لا يمتلك قمر صناعي واحد. عندها الفوكس نيوز بحدها تعادل كل وزارات الإعلام العربية. صح. وعدها وما إلى ذلك. إحنا أتينا لغينا وزير الإعلام بحجة أنه ديمقراطية، وصار انفلات، أتت منظمات إرهابية علنية باسم ما أريد أذكر الإعلام حتى لا تقولون هذا الاتهام الإعلام وبعدين تصير قضية أخرى. نعم. أتوا من هم ليس لهم لا من قريب ولا من بعيد بالإعلام، وظلوا يتحدثون بالإعلام واستطاعوا الحصول على بيانات مهمة وإرسالها إلى مؤسسات خطيرة، ومن ثم أفشوا عن أسرار البلد. وأصبح البلد بيد هؤلاء الجماعات، ومن ثم ندعي أنه هذه ديمقراطية، وهذه ليست ديمقراطية بالمفهوم الديمقراطية أنه تحافظ على
حقوق الآخرين. نعم. احنا لابد أن نرسم صورة واضحة للإعلام في العراق. رسمنا صورة للأسف مأساوية بأيدينا. يعني شلون يقول لك، يقول لك واحد حفر القبر بايده بالضبط. جيد، خلينا نوقف عند هذه النقطه. يعني انا ما حبيت ان اختم بالقبر، حبيت اختم بالمأساة ولكن بالافراح ان شاء الله. اسمعني، اروح الى فاصل دكتور عبد الباسط. نعم. مشاهدينا الى فاصل ثم نعود اليكم. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم مع البروفيسور المساعد الدكتور عبد الباسط سلمان وكتابه المثير للجدل على الاقل حتى هذه اللحظه، عولمه القنوات الفضائيه. حياكم الله، حياك الله دكتور، وارجو ان تتحملني طبعا. لا بالعكس، انا وجدت فيك الاريحيه لذلك حديثك بهذه. انا احب من امثالك. دكتور، ازعم بانك دبلوماسي، ما حسمت في هذا النقاش ايا من الاشكاليات التي اثرتها عليك ابدا. لم تقل لي من العولمة أولا أم القنوات الفضائية أولا، ثم هناك كان مفهوم ملتبس في العولمة، وتحدثنا عن الواقع الميداني للقنوات العراقية، وتحدثت أنت بفعل مجاملة، قلت بأنه إحنا ثلثين قنواتنا ملتزمة وما إلى ذلك، في حين أزعم بأننا قنوات يعني تجربة إعلامية ناشئة نتأثر بالآخر، يعني ما فينا إلا وقد تأثر بالآخر، الآخر الإعلامي أنا أقصد. على أي حال، الآن أنت أثرت قبل الفاصل نقطة أساسية، ما أعرفه عن تجربة وزارة الإعلام العراقية، وأيضا حتى من خلال السماع والمعاشرة ربما البعيدة لوزارات الإعلام في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، أنها سيف أداة للقمع، لتحديد الحريات، لتحديد حرية الإنسان الصحفي. والآن أنت تبدو مدافع، ودافع براحتك، دافع عن الإعلام، عن الوزراء. هؤلاء الوزراء لا يوجد لديهم برلمان كالبرلمان العراقي. تورثوا الحكم، ولا نذكر الأمثلة، عشائر سيطرت على بعض المقاطعات وأعلنت أسماها عليها وسمتها باسمها دول، دول ما نريد نذكر أسماها، ومن أتى بالانقلاب ومن أتى. العراق الآن فيه برلمان. نعم. وهذا البرلمان كما لاحظنا إلى الآن سلطة كاملة. من هو وزير الإعلام أمام البرلمان؟ وزير الإعلام أداة تنفيذية وليس لرسم استراتيجية الإعلام. اللي يرسم الإعلام واللي يرسم الفكر هم الشعب الآن. الآن حكم هو شنو؟ ديموكراسي من كلمتين، ديمو وكراسي. نعم. يعني حكم الشعب. حكم الشعب. نعم. فإحنا الآن في بلد الشعب هو يرسم الحكم مالته. لكنك ايضا يا دكتور عبد الباسط، تقول لي لا تقاطعني، خليني احكي. يا دكتور عبد الباسط، ايضا انت في بلد سوى طالع من ثقافه الاستبداد والديكتاتوريه، حنين نفسي، لا تخليني احكي، لا تورطني، تلجرني جار. هل هذا صحيح؟ حنين نفسي عند الانسان حتى الى المرجعيه، الى الدكتاتوريه والاستبداد، وبالتالي ما يدرك بانه اذا انت اعطيت كل صلاحيات الاعلام بيد وزير اعلام ما يتحول ثاني يوم الى مستبد، او بالتدريج تحول الى مستبد. يا دكتور عبد الباسط لا اسمح لي، هل الان نور المالكي مستبد وهو رئيس وزراء؟ لا اسمح لي، وزير الإعلام. اسمح لي، وزير الإعلام ماذا أمام البرلمان؟ رئيس وزراء احنا استبدلناه، لأنه البرلمان أراد أن يستبدله استبدلناه. من هو وزير الإعلام؟ وزير الإعلام ستكون السيطرة على القنوات الفضائية، سيضع ضوابط، تضعها استراتيجية الخاصة، هناك فلسفة إعلامية الدولة ترسمها. ولكن لديك أنت انفلات الآن أكو موجود بحكم هذه الحرية اللي احنا ندعيها. قانون 65 هي راسم لك تصورات، مبادئ، خريطة، طريق واضحة لممارسة الإعلام، ويكفي. أنا راجعت القانون بنفسي وجدته كافيا وافيا. يعني لو أن هناك مؤسسة إعلامية ترتقي إلى مستوى هذا المفهوم. نعم. المفهوم المنظم لشبكة الإعلام العراقية ولكل الممارسة الإعلامية في العراق، قانون 65 سنة 2004، أنا أتصور بأنه وافي وكافي. أنا في الحقيقة لا أريد أدخل يعني في موضوع آخر غير هذا الموضوع اللي إحنا في صدده. نعم. أنه شلون إحنا نسيطر على قنواتنا الفضائية، وشلون وزارة. وليش تريد السيطرة يا دكتور عبد الباسط؟ طيب ليش تريد السيطرة؟ كل دول العالم يعني بما فيها أمريكا عن هذه اللغة. يا سيد الفاضل، هذه أكذوبة إحنا عايشيها. البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية عليها. نعم. المملكة البريطانية تنفق عليها مليارات الدولارات. صحيح. لكي تهيمن
السي ان ان عبارة عن مراكز استخباراتية تحققها، واحنا بمفهومنا انه ديمقراطية نحن نائمون يا سيد الفاضل اذا 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 اصرينا على هذا التفكير. فنصح من نحن لابد ان نكون وطنيين اكثر من هذه الحدود. نعم. ونبني البلد ولا نضع كل من هب ودب يتدخل في شؤونه بحجة الديمقراطية وبحجة. نعم. حرية الرأي وبحجة ونحن وجدنا من شتم وسب وعمل مؤامرات ودسائس والدلائل كثيرة، وحكومتنا الموقرة أفشت كل هذه وعلنتها أمام الملأ من هذه المؤامرات من مؤسسات إعلامية كبيرة. لماذا لا ننظر لهذا الجانب؟ وأرواح ناس راحت، ملايين البشر الآن يعيشون حالة مأساوية بسبب هذه السياسات الحمقى من إعلام أحمق. اسمح لي تعطيني مجال خل استنتج. انا لا اتهم يعني اتهم اعلامنا احنا هذا اتهم السياسات في بعض البلدان اللي تحاول انه تزرع كيف ما شاءت افكار وتوجهات لمصالحها باجندات سياسيه، وهذا الامر القاسي والداني يعلم به، ليس فقط عبد الباسط، وانا ذاكر في الكتاب هذه الامور، وقبل السقوط هذا موجود. دول يسقطها الاعلام، دول عظمى سقطها الإعلام، فضائح. هذا بيل كلينتون أتوا بمونيكا لوينسكي أفشوه إعلاميا وسقطوه. لا خلاف في كثير من هذا الكلام، ولكن خلي أشوف مربط الفأس وين. يعني نحن نائمون. نعم. لا نتحلى بالوطنية الكافية، بس فقط اسمح لي خلي أكمل السؤال. يعني الآخرون يتدخلون بشؤوننا. نعم. الإعلام ينم عن تجربة ساذجة، والملايين من الناس قتلوا في أو الكثير من الناس أزهقت. نعم. نتيجة بسبب ذلك بسبب سياسات. أنا أقول هذه كل المشكلات العظمى تحل بمجرد أن يكون لنا وزير إعلام. أمريكا عندما حلت الجيش العراقي، جاوبني على السؤال. إيه أنا جاوبك على السؤال الآن. جاوبني على السؤال. أمريكا عندما حلت الجيش العراقي حلت معاه وزارة الإعلام. نعم. لخطورة وزارة الإعلام علينا أن يعني نعي هذا الأمر. دكتور أنا الإعلام ماذا يحل التباس في ذهني؟ الإعلام تدافع عن ماذا؟ تدافع عن سلطة وزارة الإعلام؟ عن ماذا تدافع؟ أنا لا أدافع حقيقة عن سلطة وزارة الإعلام. إذن عن ماذا تدافع؟ أدافع عن فلسفة خاصة تليق بنا إحنا كعراقيين. ما هي هذه الفلسفة حتى أفهمها؟ لنضعها كمنهجية استراتيجية تليق بنا، ما نضع مجال لكل من يأبى بمآرب شخصية أو بمآرب وسياسات وأجندات. أنا الآن أستطيع أن أجذب لك أكثر. نعم. المحطات الموجودة الآن الفضائية دون الحكومية تمويلها من أين؟ وأنا أتيني بلستة بتمويل هذه المحطات، وأنا سأجيبك على من هم يتلاعبون في عقول البشر ويصدرون الإرهاب من خلال هذا الإعلام. نعم. أعطني لستة بهذه وأنا سأجيب. إذن كان لديك قدرة أنت كشخص إعلامي أيضا، لأن ليست أنا فقط، أنا مو فقط أنا الإعلامي، أنت أيضا إعلامي، أنطيني تمويل هذه القنوات وأنا سأجيبك على ما شئت. وإذا على سبيل المثال يعني إذا خلينا وزير إعلام تنتهي هذه الإشكالية كذلك؟ بالتأكيد تنتهي. تنتهي. على الأقل إذا لن تكون تنتهي فهي تكون محدودة، ما تكون بهذا الانفلات. دخل أطلعك شوي لحظة، يعني أنا. نعم. في مخطط الأساسي أنا أطلعك إلى الإعلام العربي وأرجعك للإعلام العراقي. نعم. دخل أطلعك في صفحة 58 إلى الإعلام العربي، تقول تعتمد الفضائيات العربية غالبا استعمال المبالغة والخطب الرنانة بهدف الاستهلاك المحلي ودعاية، وهي طبعا وبالتالي تبقى أنها دعاية لا تقنع إلا السذجي، عاجزة لا تستطيع مواجهة البرامج التي تظهر في القنوات الفضائية الغربية. هذا واقع الإعلام العربي وعلى مسؤوليتك. وهذا طبعا رأي طبعا تنقله مسؤول. على آخر. نعم. أنا مسؤول. نعم. وأنت تنقله عن آخر ولكنك تمضيه وتوافق عليه على هذا الرأي. الإعلام العراقي جزء من هذا الإعلام، يعني إعلام كذلك كما تصفه هنا إعلام مبالغة وخطب رنانة وهو عاجز عن المواجهة. سيدي تجاوبني بطريقة صريحة. اسمح لي أولا أنا سأجيبك. نعم. أنا أتي من هذا الشيء وأرفض أنه تشكك في هذا الأمر. الكتاب الموجود اولا انا ما اقصد به الاعلام العراقي، لان كان الاعلام العراقي مركزي عندما انت بنفسك قلت لي هذا من 2001. نعم. كان الاعلام في ذلك الوقت الكتاب انتهت عند 2001. كان كان, نعم. كان مركزي. كان مركزي وقت فقط قناه العراق الفضائيه الموجوده. نعم. هذا الامر وكان رنان. نعم كان رنان يطبل الشخص الواحد معروف. جي. هذا الشيء انت ذكرته في هذه النقطه وعليك ان تتحمل. القنوات الأخرى الحكومية هي تطبل وتزمر. والآن أعرض لك أي قناة فضائية وأشوف الملك وأشوف الأمير وأشوف الرئيس وأشوف الآلهة. ما هذا موجود
هذا موجود ولا غير موجود؟ الإعلام العراقي الحاضر يا دكتور، الإعلام العراقي الحاضر تنطبق عليه هذه المواصفات أم لا؟ هذا هو السؤال بكل بساطة. أنت لن تسأل هذا السؤال. أنا هذا كان سؤالي، سألتني من خلال الكتاب. أنا سؤالي كذلك من خلال الكتاب، ما زلت أقول بأنك تتهم، بأنك تقول أو تصف الإعلام العربي بأنه إعلام مبالغة وخطب رنانة وعاجز عن إعطاء البديل الجيد. هذه حسنا طيب، الآن الإعلام العراقي شو واقع؟ اسمح لي، والدول العربية أغلب الدول خصوصا بما فيها الكوميرشال التجارية، هذه تأتي ببرامج أوروبية، مثلا من سيربح المليون هو نفسه مليونير، برنامج أمريكي واضح وصريح، دبلجوه للغة العربية حولوه، نفس هذا هو البرنامج عربوه خلوه سربلونا في عولمة كيف ما يشاءون. وهناك كثير من الأفلام مثل فيلم جينز مال بريتي ويمان اللي مثلته، أنا ذكرت لك إياه أنه ذكر جوليا روبرتس مثلته وريشارد جير ومثل فاروق الفيشاوي، ونفس القصة تماما، سيدة الجميلة. هذه ليس انتقال وقولبة من عولمة غربية لشرقية، هذا جانب. أما بالنسبة للتطبيل والتزمير لحد هذا اليوم قبل الانتخابات، نعم كانت هناك قنوات تزمر للقوائم الانتخابية ومجدت وجعلت، وحتى هذا اليوم نجد في القنوات رئيس الكتلة الفلانية أو رئيس الكتلة الفلانية موجود على القائمة وبرامج خاصة عليه ومحاولة تلميعه ومحاولة إظهاره بالصورة، هذا موضوع آخر يعني. وأيضاً أكو صحف ليس فقط ويب سايتس، نحكي لك على الانترنت، وموجودة الآن عندي حتى على الفيسبوك، اجتني رسائل وموجودة، إذا تحب الآن أكو انترنت أستعرض لك إياها على الملأ أمام الشاشة. هذا الجانب اللي حضرتك اللي تفضلت به، ماذا تسميه؟ تسمي دكتور، أنا أسأل. لا، ما أنت سألت السؤال جاوبني. تسمي، لا أنا أسأل سؤال. هل تسمي ديمقراطية وحرية وحرية تعبير وحرية رأي؟ أنت أجبني يا دكتور. هل هي هذه الرسالة الإعلامية اللي إحنا نحاول أن نطهر بها المجتمع وننقل إلى الواقع؟ هو هذا الإعلام في نظرك؟ جيد، راح أسألك سؤال من حيث ما انتهيت أنت. نعم، حتى أطلع من هذا الطابع السجالي حتى أستفيد. نعم يا دكتور، كيف ينبغي أن يكون الإعلام العراقي، إعلام 53 فضائي، شلون لازم يصير؟ أولا أنا في رأيي يكون كأي دولة متقدمة متحضرة في العالم. أنت الآن في أمريكا، ناخذ أمريكا. نعم، تقول أنه أمريكا فيها حرية تعبير. هل أمريكا تمنح إجازة لقناة فضائية تبث ما تشاء من أمور تتواءم مع مجتمعها؟ نعم. يعني هل هناك قناة عندها استعداد أن تثبت؟ هناك استراتيجيات، يعني هذا شيء. إذن إحنا نضع استراتيجيتنا وفق ما إحنا يناسبنا، وفق تقاليدنا الشرقية. نعم. وفق مواصفاتنا، وفق التلون هذا اللطيف العراقي اللي نعيشه. نعطي حرية بس بحدود، أنه مو نشر الغسيل. نعم. مو نروح نسقط إسقاطاتنا وكل مآربنا الشخصية من أجل، يعني أنا لاحظت إحدى القنوات كانت على استعداد أنه تسقط كل أعضاء البرلمان من أجل شنو؟ من أجل حتى تحقق لها هدف واحد، أو من أجل تعيين شخص ما في القناة. أنا البارحة أو أول أمس في إحدى القنوات، لا أذكرها، القناة تحولت إلى عبارة عن دائرة مع العلاقات، أنه هذا والله معينة مدير مرور بغداد، هذاك الكذا، هو هاي مشاكل البلد، هو هذا الإعلام، أنه فلان متعين، لو هذا المجاري ما شنو الإعلام؟ الإعلام إذا ما كان الإعلام الآن تعيش وهم من الناس، شنو ماذا يفعل؟ الإعلام الآن أنا هاي البرامج أنا معاها، أنا تتناول قضية المجتمع أوكي. نعم. بس أنت مو تتناولها بقضية استراتيجية، إحنا الآن على محك أن منتظرين رئيس الوزراء القادم ومنتظرين الحكومة، ومن هذا نسخرها كل هاي المسائل، أنه والله رئيس الوزراء معين فلان، إذن هاي الوزارة نور المالكي إنسان سيء وإنسان كذا، أنه الفلان الفلاني نور المالكي ما خلاه يرجع للكلية لأنه هو مراسب بالامتحانات أو فشل وكذا، إذن هو إنسان ساقط وإنسان ما يستحق الكذا وكذا وكذا وكذا، وأنا هذا موجود بالإنترنت أطلع لك إياها، السب والشتم من هذه القنوات اللي تدعي بها وموضوعه، والآن استبتدت الإقراء كيف ما شئت من شتم وسب لرموز سياسية، وليس فقط نور الباركي. نعم. لرئيس الجمهورية، للجعفري، لإياد علاوي، يعني كيف ما شئنا، كل شخص إحنا ميت وأميانة نقذف به ونسميه، نقول هاي حرية تعبير وهذه أمور تقع ضمن حرية الديمقراطية والإعلام الحر. دكتور أنا طبعا يعني خلافا لإرادة الزملاء كذلك. نعم. في الإخراج مددت البرنامج من عندي دقيقة إلى دقيقتين. نعم. أعطيك دقيقة أخيرة. نعم. عندما انتهيت من الكتاب، أي كتاب
كتاب عولمة القنوات الفضائية، انتهيت من هذا الكتاب بمجموعة استنتاجات وتوصيات ومقترحات. نعم. وكأني بأزاء كاتب ماركسي أو قومي عتيق من ذلك. مثلا شوف، أقرأ لك التوصيات حتى لا تزعل من عندي. نعم. أقرأ لك التوصيات. مثلا التأكيد إلى اهتمام بالغ بإنتاج الأعمال التلفزيونية، التأكيد على بث البرامج والأعمال الدرامية العربية. أكو كملها تلفزيونية، ماذا تلفزيونية؟ ذات المضامين العربية الأصيلة، باعتبار أن النقطة هنا تتكرر نفس ذات المضامين العربية الأصيلة. الحمد لله. التأكيد على بث البرامج والأعمال الدرامية العربية بنسبة تزيد على البرامج الأجنبية، زيادة تحسين قناة الفضائية العربية بشكل الذي يوازي طبيعة القناة الأجنبية، تجنب كذا، الابتعاد عن كل ملامح الغربية في كل برامج البث الفضائي العربي. أنا فقط أسألك، هذه الصورة اللي ترسم هذه التوصيات ممكنة التطبيق؟ لو لا، بس أترجاك اختم لي بطريقة واضحة. بكم ثانية؟ لا براحتك، ما مو لست من هؤلاء اللي يحملون سيفا. عندك 10 ثواني، براحتك. يعني احنا الآن تعدينا على الوقت البرنامج، خلينا نسترسل. أنت سألت سؤال بعشر توصيات. هذه العشر أنا توصيات، أنا أقول ممكن صناعة إعلام بمثل هذه التوصيات؟ هذا سؤالي. هذه التوصيات لو فعلا طبقناها سنأتي بإعلام يتوائم. يا دكتور، سؤالي هل هناك إمكانية فعلا، يعني هل هناك فعلا نموذج في الإعلام العراقي أو العالمي استطاع أن يطبق مثل هذه التوصيات؟ أنت لماذا تنفي ما أجيب عليك؟ أنا أجبت وقلت لك، أشر بأصبعك على إعلام يحمل. نعم أجبت. أين نعم أين؟ أين؟ لو أنه تتبعنا وطبقنا ما موجود في التوصيات في هذا الكتاب نصل إلى ذاك الإعلام، بس ما وصلنا فعلا. سنأتي بإعلام نموذجي يتوائم وتقاليدنا وأعرافنا وواقعنا العربي والعراقي وما إلى ذلك. نعم دكتور عبد الواسط، الآن الكتاب اللي تشتغل عليه تأليفا شنو؟ آخر الكتب إن شاء الله حاليا هو كتاب معني في النص، النص للإعلام. كتابة النصوص للإعلام الآن حاليا عديد من القنوات الفضائية مهتمة في جانب التحقيق التلفزيوني، تقرير الفيلم الوثائقي وما إلى ذلك. قبل ظهور القنوات الفضائية كان هناك مجموعة من المصادر والمراجع ممكن نرجع لها. من ظهرت هذه القنوات الفضائية للأسف اعتمدنا على الكتب السينمائية السابقة والإخراج التلفزيوني. الآن ظهرت حالة اسمها قنوات فضائية. الخطاب الإعلامي في القنوات الفضائية غير الخطاب للقنوات المحلية وغير الخطاب للسينمائي. دكتور عبد الباسط، ماذا تقرأ غير اختصاصك الإعلامي في غير اختصاصك الإعلامي، قراءتك الإنسانية الأخرى؟ القرآن الكريم. غير القرآن الكريم، القرآن الكريم كلنا نقرأ القرآن الكريم. الآن دكتاتورية الفقراء للإمام علي عليه الصلاة والسلام. راح أختم وياك بالسؤال الأخير، الإهداء. تقول: إلى سيد الخلق والنور الدائم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلى حكيم الحكماء وفيلسوف الدهر الإمام علي بن أبي طالب، وإلى روح أخي الشهيد عبد الخالق رحمه الله. هذه التوليفة شنو في الإهداء؟ الكلمات الأخيرة لك. نور على نور رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. بابها نعم. فلديك شيء آخر؟ لا، ليس لدي إلا أن أتمنى لك التوفيق في عملك الإعلامي، في عملك التدريسي، في كل هذه المعاناة وأيضا في كل هذه المشاعر. شكرا لك البروفيسور المساعد الدكتور عبد الباسط سلمان، مؤلف كتاب عولمة القنوات الفضائية. نلتقي وإياك إن شاء الله في مرات قادمة بإذن الله تعالى. أنا أشكركم وأشكر هذه القناة الرائعة اللي تفسح المجال للمثقفين والعلماء بأنه يبدون آرائهم، ونتمنى لها كل الموفقية. شكرا لك أيها السادة، إلى أن نلتقي وإياكم مع مؤلف جديد وكتاب آخر، نستودعكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.